تعتبر ظاهرة الأخذ بالثأر من أخطر الظواهر الاجتماعية اللي عانت منها المجتمعات البشرية، ومن أسوأ العادات والتقاليد الموروثة، لأنها قصة لا تنتهي. كلما أخذ الدماء تكون متعطشة لأكثر، وتصبح العائلات تعلم أن موت أبنائها هو مستقبلهم الذي لا مفر منه. يضيع بسبب الثأر دماء الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا ضيق عقول أهاليهم وتفكيرهم المحدود. الثأر عاد من بقايا الجاهلية، ومع الأسف ما زالت منتشرة في مجتمعنا المصري حتى الآن. وعن ظاهرة الأخذ بالثأر في مجتمعنا المصري نتحدث اليوم في تحرير. مع الأسف الشديد إن جرائم الثأر مش ظاهرة جديدة أبداً على مجتمع الصعيد المصري، ولكن بعد ثورة 25 يناير وحدوث الانفلات الأمني وسرقة أسلحة كتير جداً وانتشار ظاهرة تهريب السلاح، ودي هنفتح لها ملف قريب إن شاء الله، كان طبيعي جداً تزيد بعدها نسبة الجريمة والأخذ بالثأر ونقص الجلسات العرفية الكبيرة اللي كانت بتتعامل مع الموقف ده وبتحد من سلسلة الدم. وفي ناس كتير جداً بتشكك وبتقول إن الجلسات العرفية مش بتتعمل لعدم مشاركة الأمن فيها لتأمينها، وبيبقوا خايفين من المواجهة، وبيبقوا خايفين برضو إنها تعمل رد فعل عكسي. قلنا بقى نشوف عيلتين ما بينهم ثأر ونحتر يوم الصلح بتاعهم، ونشوف هل هيجي الأمن يأمن تسليم الكفن في اليوم ده ولا لا، ونشوف برضو إيه هي المراسم والمواجهة الصعبة دي بتبقى عاملة إزاي. طلع الموضوع مش سهل خالص، وبصراحة اللي شفناه ما كانش زي ما سمعنا، وكمان أكبر وأصعب مما تتوقعوا. عشنا يوم صعب قوي قوي في الفيوم، هنعرف حكايته بس بعد الفاصل. تبدأ الحكاية من الفيوم، وبالتحديد من إحدى قرى الفيوم اللي اسمها عزبة حنة حبيب. ربنا لسيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وعد على الجاهلين. هو صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن من ظلم ويعطي من حرم ويصل من قطع.